السلام عليكم، سميتي حكيم السميري، عندي 26 عام. سلام، سميتي عفاف سماعيلي وعندي 37 عام. السلام عليكم، سميتي طارق الورياشي وعندي 37 سنة. كنشغل حاليا وظيفة مديرة وكالة بنكية في وجدة. حاليا كنشتغل كمسؤول عن حساب الشركات في مركز اعمال بنك افريقيا بوجدة. حاليا كنشتغل كمدير وكالة برنصار شارع الحسن الثاني ببنك افريقيا. تخرجت من الجامعة العليا للتسيير بأشوام الدار البيضاء بتخرج مزدوج مع جامعة إيه دوريون تخصص المالية بشهادة الماستر. تخرجت من جامعة محمد الأول بوجدة بشهادة الإجازة في تخصص التدبير المالي والمحاسباتي، ومن بعد حصلت على شهادة الماستر في تخصص المالي بمجموعة HEC. تخرجت من المدرسة العليا HEC بشهادة الماستر تخصص المالية. كمدير وكالة بنكية كنتكلف بوضع برامج عمل لداخل الوكالة، تنزيل استراتيجية تجارية، وذلك لتنمية الأصل التجاري والحفاظ على الاستدامة ديالو عبر تقديم أحسن الخدمات والسهر على مواكبة وإنجاح مشاريع الزبناء. كمسؤولة على الفرع كنشرف على إدارة الموارد والموظفين وتطوير وتحقيق أهداف المبيعات وتقديم خدمة استثنائية للزبناء لتنمية الوكالة. كمسؤولة عن حساب الشركات كنتكلف بتحليل المالي لدى الشركات، وكنوفر لهم القروض الملائمة للحاجيات ديالهم، وكنرافقهم في المشاريع ديالهم يعني من البداية ديالهم حتى التطور، وبطبيعة الحال استكشاف فرص الاستثمار في الجهة الشرقية. من بين المميزات اللي كنحتاجها في الخدمه ديالي انه خصك تكون طرد البال للتفاصيل وقادر انك تخدم تحت الضغط، بطبيعه الحال يكون عندك مؤهلات كبيره في مجال تمويل الشركات. خاص تكون عندك قدرات تحليليه قويه وتكون تعرف تحدد الاولويات ديالك، وكذلك تكون كتعرف تخدم بزاف الحوايج في خطره وتركز على التفاصيل. هذه الوظيفه كتطلب تقنيات خاصه في مجال التسيير والقياده والتواصل خاصه مع الزبناء والاطر التجاريه ديالها، وواحد النقطه مهمه اللي هي حسن تدبير المخاطر. اختاريت بنك افريقيا على ود النظره الاستراتيجيه اللي عنده في مجال المال والاعمال، وحيت كيعاون الموظفين في تحقيق الطموحات الذاتيه ديالهم. اختاريت بنك افريقيا حيت كنعتبرهم احسن بنوك في افريقيا نظرا للتطور الوظيفي اللي كتوفروا للموظفين ديالها، وكتمنحك ايضا اكتساب تجربه غنيه بالمهارات، وهذا الشيء كيساعد في الطموحات ديالك. اختاريت بنك افريقيا حيت كتوفر ارضيه مناسبه ومريحه للعمل بالنسبه للمستخدمين والاطر ديالها، وكتعطي حتى فرصه لتطوير المسار المهني.